هذه الأرض الطيبة عمان ولله الحمد كان السباق فيها إلى تحصيل العلم قديما، وتواصل الأمر من القديم إلى الآن بحمد الله بوجود أهل العلم. ولعل أول من سابق إلى تحصيل العلم هو الإمام جابر بن زيد الأزدي رحمه الله برحيله من فرق تابع لنزوة إلى حاضرة العلم في ذلك الوقت البصرة، فرح طلب العلم وكان يتردد من البصرة إلى المدينة وإلى مكة أيضا لأداء الحج، وكان يحج باستمرار، وذهب إلى المدينة أيضا مرات والتقى بعائشة رضي الله عنها وعدد من أمهات المؤمنين، والتقى بجملة وافرة من الصحابة، حتى أنه يؤثر عنه قول أدركت 70 بدريا فحويت ما عندهم إلا البحر. إلا البحر، البحر هو عبد الله بن عباس، والاستثناء هنا استثناء منقطع، لأن عبد الله بن العباس ليس من أهل بدر، لا يقصد أنه حوى ما عندهم إلا البحر لم يحوي ما عنده، إنما يقصد أنه لم يلتقي بال أنه أن عبد الله بن عباس ليس من أهل بدر، وإن كان المعنى الأول مشمولا لغزارة علم عبد الله بن عباس. وتردد، التقى بأنس بن مالك، والتقى بأبي هريرة وبأبي سعيد الخدري وبأبي أيوب وبجابر بن عبد الله وبجملة وافرة، وركز جابر على نوع خاص من الصحابة وهم أهل العلم المحيطون بالنبي عليه السلام والقريبون منه. لو تلاحظون ركز على هؤلاء، ركز على عائشة، وعائشة ورثت علم النبوة وورثت علم أبيها رضي الله عنها وعنه، وركز على أبي هريرة وهو أكثر الصحابة رواية، وركز على عبد الله بن عباس وأنتم تعلمون من هو ابن العباس، وركز على أنس بن مالك خادم النبي عليه السلام الذي خدمه 10 سنين وطال عمره وكثر نسله حتى أنه ولد له وهو حي من أولاده وأحفاده ما يزيد على 100، وركز على أبي سعيد الخدري وهو من الفقهاء الرواه، وعلى جابر بن عبد الله وكذلك هو من الفقهاء الرواه، وأخذ من جملة وحصل من الصحابة العلماء الذين سبقوا ولم يلحق بهم كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وأبي بن كعب، وهم من علماء الصحابة وفضلائها كما يقول جابر عنه في المسند، المسند الإمام الربيع. وظل جابر يتردد على المدينة وإلى مكة ويعود إلى البصرة، وكبر سنه، كبرت سنه. يروي الإمام أبو سعيد الكدمي رحمه الله في كتابه الاستقامة، كما تذكر لا أعرف الاستقامة أو المعتبر، يقول خرج أبو الشعثاء وهو على عكاز وهو ابن 70 سنة، 70 سنة تقريبا يعني في العام الهجري فوق 90، قريب 90 سنة، قريب 90 من الهجرة. فقيل له إلى أين تمضي يا أبا الشعثاء؟ إلى أين تمضي يا أبا الشعثاء؟ قال أتعلم العلم. قبل وفاته هذا حدود 2 3 سنين. إلى أين تمضي؟ على عكاز. قال أتعلم العلم. وكون أبو الشعثاء جملة من طلبة العلم وحملته، وكان يراسلهم، وروي أنه قدم إلى عمان حين نفاه الحجاج بن يوسف إلى عمان، ولعله رجع نفاه ورجع مرة أخرى إلى البصرة،
وكان يراسلهم، وحفظت له 18 رسالة محفوظة إلى الآن باقية الرسائل، وكان على تواصل مع أهل عمان، ومن ضمن رسائله يطلب منهم أن يرسلوا له نجيبة من نجائب عمان، ناقة. وبقيت الصلة، وكون مجموعة منهم سالم بن ذكوان أحد تلامذته، وهناك رسائل لعبد الملك بن أبي صفر، عبد الملك بن مهلب بن أبي صفرة، أبو صفرة المهلب مشهور أزدي أيضا، رحل أبوه أبو صفرة المهلب بن أبي صفرة، هذا عبد الملك بن المهلب بن أبي صفرة، أبو صفرة قيل إنه أول وفد، كان من ضمن أول وفد رحل من عمان إلى البصرة في هجرة العرب والأزد الأوائل إلى حواضر العالم الإسلامي يومئذ، وكون مجموعة، كون من ضمن المجموعة أبو عبيدة مسلم بن أبي كريم التميمي، هذا الرجل العجيب العبقري الفذ، هذا تربية جابر بن زيد أبو عبيدة، حتى بلغ أجله وتوفي جابر رحمه الله، توفي في بقاء بعض الصحابة، ومن الذين بقوا بعد أنس بن مالك أستاذه، توفي بعد جابر بأسبوع، توفي جابر بن زيد وأنس بن مالك في جمعة واحدة، يعني في أسبوع واحد، ولما توفي جاءه رجل إلى أنس، جاء رجل إلى أنس، وأنس كان مريضا على فراش الموت، فأكب عليه وأسر إليه في أذنه، قال له توفي أبو الشعثاء، قال مات أبو الشعثاء؟ قال نعم، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم مات أعلم أهل الأرض، وفي رواية اليوم مات خير أهل الأرض. ولما بلغت وفاته قتادة ابن دعامة السدوسي قال اليوم دفن علم الأرض، قتادة يقصد أبا الشعثاء جابر بن زيد، يقول اليوم دفن علم الأرض. وهكذا عند رحيل العلماء يشعر الناس بأن العلم قبر، كما يقول أبو مسلم في رثائه للإمام السالمي جمع العالم في حيزومه، حيزوم الصدر في مرثيته،